قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إنه ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالاعتداء الإرهابي الجبان الذي تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة. وأضاف العميد الركن تركي المالكي في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس إن هذا الاعتداء الإرهابي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي. وأوضح العميد المالكي أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص والتي تبنتها الميليشيا الحوثية، وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة. وبيّن العميد المالكي أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ويرتقي إلى جرائم حرب. وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أدانت بلادنا عبر وزارة الخارجية هذا الاستهداف من ميليشيا الحوثي الإنقلابية ويعد عملا إرهابيا، حيث تقوم هذه الميليشيا باستهداف المنشآت المدنية في الأحياء السكنية، تؤكد عدم جدية هذه الميليشيات بالانخراط في عملية سلام حقيقية بقيادة الأمم المتحدة، وتعكس مدى ارتباطها الوثيق بتنفيذ الأجندة الإيرانية المشبوهة في المنطقة. المزيد من أبعاد هذا الخبر أعزائي المشاهدين الكرام تتابعونه بعد هذا الفاصل. وينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور محمد الحبابي. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. أسعد الله مساك ومساء مشاهدي قناة عدن، ويسرني أن أظهر معك على قناتكم الموقرة للتعليق على ما قامت به ميليشيا الحوثي من اعتداء على خزان لتجميع المنتجات النفطية في مدينة جدة. نعم دكتور محمد، ما الذي تريده ميليشيا الحوثي من استهداف خطوط إمداد الطاقة العالمية؟ أستاذ الفاضل لك ولمشاهديك الأكارم، الميليشيا الحوثي هي أداة رخيصة وخائنة، وهي هراوة لإيران التي أزعجها النجاحات التي حققتها المملكة في قمة الـ20. العالم اجتمع بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الكريم، وكان العالم مهموما بما حصل من جراء الجائحة العالمية كورونا وما أثرت على العالم أجمع بمتاعب صحية وسياسية واقتصادية، وكان مهموما بمعالجة هذه المشكلة الدولية العالمية. نعم. وكان له هموم تلامس مشاعر العالم أجمع، وهذه النجاحات التي أقر بها قادة العالم أجمع للمملكة العربية السعودية في ضخ أموال ب 11 تريليون لتحريك الاقتصاد العالمي الذي توقف في سنة 2020، وكذلك أن يخرج اللقاح يذهب بآلام وآثار هذه الجائحة التي تفشت وآذت الناس في صحتها واقتصادها. إيران دولة بدأت ثورتها عام 1979، وكان الأولى بهم أن هذه الثورة تتحول إلى دولة مؤسسات تخفف آلام ومتاعب وانكسارات الإنسان الإيراني الذي عانى الأمرين
منذ أمد بعيد مع الشاه رضا بهلوي وابنه محمد رضا بهلوي، ومن ثم رأى خيرا في هذه الجماعة، ولكنه صدم من جراء تصدير ثورتها، قتلها للإنسان بالداخل، عدم خدمة الإنسان الإيراني فيما يحتاجه من تنمية مستدامة من ماء وكهرباء. الإيرانيون يا سيدي ينامون في القبور، الماء والكهرباء وحتى الخبز ومعيشتهم صارت في ضنك. العملة الإيرانية انخفضت بمعدل أكثر من 82%، أصبح أن تصرف 250 ألف ريال إيراني بدولار، بمعنى الدولار 4 دولار بمليون ريال إيراني. بعد هذه الانكسارات والفشل في قيادة الأمة الإيرانية في الداخل، هم الآن يذهبون باتجاه الجحيم. هم يصدرون ثورتهم إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى اليمن. لقد وجدوا من الخونة ميليشيا الحوثي وقائدهم عبد الملك الحوثي ومهد المشاط والجماعة الخائنة التي أوغلت وسمحت للإيرانيين الصفويين المجوس بدخول أرض اليمن وزيادة عذابات الإنسان اليمني. الإنسان اليمني إنسان عزيز، سمي هذا اليمن اليمن السعيد لكرم أهله وشجاعتهم وحبهم لبلادهم ولجميع أهلهم في الجوار، ولكن هؤلاء الخبثاء هم ينتمون إلى الخونة الذين وجدوا على أرض اليمن وانتهوا واحترقوا ودمروا وقتلوا. الفرس، الأحباش، البرتغاليون، الإنجليز، الخونة الذين وطأت أقدامهم أرض اليمن. ميليشيا الحوثي هي طابور خامس لإيران. نجد حسين عباسي وعبد الرضا شيلائي والسفير الإيراني الذي حضر قبل شهر حسن إيلو يساعدون هذه الجماعة. دكتور لو قاطعك، دكتور محمد لا بخصوص السفير، لو قاطعك بخصوص السفير الإيراني والضابط في الحرس الثوري حسن إيرلو، ما علاقة أو ارتباط وصول السفير الإيراني إلى العاصمة صنعاء مع الاستهداف الحاصل الآن في المنشأة في مدينة جدة؟ أنا أقول أن الإيرانيون هم لا يريدون حلا، لا لأنفسهم ولا لمن يمثلهم في الخارج. يعني هم الآن لا يودون خيرا لأهل اليمن. ميليشيا الحوثي عرض عليها أكثر من 75 اتفاقا للسلام لتتحول إلى فصيل سياسي يمني. هذه الجماعة أثبتت أنها جماعة رخيصة ولا تستحق أن يتم التفاهم معها، ولا ليس لها إلا القتل والطرد من أرض اليمن. إيران بمن يمثلها داخل أرض اليمن وبالذات في سفارتهم حسن إيريو أو عبد الرضا شيلائي أو حسين عباسي أو الجماعات المدربة من حزب الله أو من الحشد العراقي الذين قيل أنهم وصلوا أرض اليمن بمساعدات إيرانية أو قطرية أو بتسرب أو بتهريب، حتى وصلوا صنعاء الغالية النظيفة الشريفة الذي لا يستحقون أن يكونوا على أرضها. أنا أقول حسن إيرلو هو لا يعدو، ليس شيئا مقارنة بعبد الرضا شيلائي. عبد الرضا شيلائي طلب رأسه الأمريكيون ب15 مليون دولار، وهو قيل أنه أصيب لكنه حتى الآن لم يقتل ولم يثبت أنه اختفى من الساحة اليمنية. هؤلاء الممثلون لإيران هم يذهبون ب الميليشيا التي ليس لها إدارة على نفسها، هي مستمرة في ثلاثة أمور: مستمرة في تنفيذ جميع الأوامر الإيرانية، جمع الأموال ووضعها في بنوك، يقال أنها تحاول أن تفتح بنكا في عمان أو في الضاحية أو في العراق في الأماكن التي لهم سيطرة فيها، أو يقال أنهم يرغبون في ذلك. هم يبيعون النفط، هم يتاجرون بمقدرات اليمنيين، واليمنيون يفتقدون لما يستحقون فعلا من الماء والكهرباء والحياة الآمنة. أنا أقول أن هذه الجماعة
أسقطت جميع الأوراق للتفاهم معها. لذلك أنا أقول من يفكر أن الحوثيون هم الآن هناك مجال أن يتم دعوتهم إلى السلام، أنا أعتقد أنه واهم، وهذه الجماعة أولى بها أن تقتل وتحرق وتطرد من أرض اليمن. نعم دكتور محمد، هناك ردود فعل من قبل بعض الدول على هذا الاستهداف، لكن السؤال ما هو رد فعل الأمم المتحدة؟ يعني إلى الآن لم نجد رد فعل صارم تجاه هذا الاستهداف من قبل الأمم المتحدة. أستاذ الفاضل، نحن أحيانا نحمل الأمم المتحدة أكثر من قوتها. نعم. الأمم المتحدة هي واجهة عالمية لفرض حلول، ولكنها لا تمتلك جيشا على الواقع. حتى إذا أرادت أن تفصل بين قوتين فهي تحضر قوات سلام من دول صديقة شقيقة، من دول تتعاون معها ليكونوا على خطوط السلام. أما أن تغير الواقع، وهذا يجب أن يعلم من يقودون اليمن في حكومة الشرعية، التحالف بلا شك يعلمون ذلك، أن هيئة الأمم المتحدة بأمينها أنطونيو غوتيريش أو مندوبها مارتن جريفيث لا يملكون شيئا على أرض الواقع. هم نتمنى أن يكونوا منصفين عندما يضعون تقاريرا أو يذكروا في هيئة الأمم المتحدة عن الواقع اليمني المرير الذي صنعته ميليشيا الحوثي. أما أن يغيروا على أرض الواقع فميليشيا الحوثي لا يغيرها إلا أمرين: العزم من رجالات اليمن الأوفياء الشجعان المخلصين أن يتوحدوا ويتركوا الاختلافات على الأمور الجزئية أو على أمور إدارية لا تذهب باليمن إلى المواجهة الحقيقية مع الحوثيين. نعم. الخلافات البينية في الرأي بين الانتقالي، بين الشرعية، بين من هم في تعز، بين من هم في مأرب، أنا أقول هذه الاختلافات البينية لا توحد الرأي ولا توحد الصف اليمني تجاه العدو الأوحد. عدو اليمنيين الحقيقي هو الحوثي الخائن الطابور الخامس لإيران. نعم. لذلك أنا أقول كفى اختلافا وكونوا صفا واحدا على الحوثي. أما التحالف فيجب أن يعلم التحالف، وهم مدركون لنقطة أن الحوثي بعثت معها أوراق كثيرة، ولكن هذا الحوثي هو لبس ثوب الخيانة ولن يزيل هذا الثوب الخائن الذي لبسه ثوبا إيرانيا إلا بالطرد، بالقتل، بالمحاسبة، بالإبعاد من أرض اليمن. أنا أقول الحوثيون ليس هناك مجال للتفاهم معهم إلا بقوة السلاح. ما حصل في جدة من اعتداء على خزان لتجميع المنشآت النفطية، هناك 13 خزان، حصل حريق في أعلى خزان به مادة الديزل، تمت المعالجة في 40 ثانية وتمت السيطرة عليه في قرابة 3 ساعات. هو الآن يعمل وليس هناك أي أثر، وليس هو أصعب مما حصل في معملي بقيك وحرض التي عولجت في أقل من 11 يوم وهي تنتج للعالم 5.7 مليون برميل تخدم بها اقتصاديات العالم. أنا أقول المملكة تعلم أن الحوثيون ليس لهم ولا سبيل لهم إلا هذه الأعمال التي يسلطون على العيال المدنية. نعم. في عالم الحرب والاستراتيجيات لا يحق لأي طرفين متحاربين إلا بالرماية والمواجهات والقتال في المواقع العسكرية، المواقع القتالية، خطوط التماس. أما الأعيان المدنية، الحوثيون هم بالأمس أطلقوا على مناطق في مأرب، أطلقوا على مناطق في تعز، هم يصيبون أهلنا في اليمن. نعم. فما بالك بدول الجوار كالمملكة أو دول التحالف. نعم، كان معنا عبر الهاتف المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور محمد الحبابي، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا عبر السكايب الباحث في العلاقات الدولية والاستراتيجية الأستاذ معجب الدلبحي. أهلا وسهلا بك أستاذ معجب.
أهلا فيك أستاذ عمر، أحييك وأحيي السيدات والسادة المشاهدين، ويشرفني أن أنضم إلى قناة عدن الفضائية، قناة الصمود، عدن الصمود وعدن العروبة. شكرا لك أستاذ معجب. نريد أن نعرف أبعاد هذا الاستهداف الذي قامت به الميليشيات الحوثية على خزان تجميع المواد البترولية في مدينة جدة التابع لأرامكو. أستاذ عمر، حسب تصريح متحدث قيادة قوات التحالف، ثبت تورط الجماعة الإرهابية الحوثية في هذه العملية القذرة. العملية تم السيطرة عليها في خلال حري بسيط، تم السيطرة عليه في 40 دقيقة بدون أضرار مادية وأضرار بشرية. نعم. لكن المعضلة تكمن في تكرار مثل هذه الحوادث، يعني هذا امتداد لحوادث سابقة. وجدنا حادثة الدوادمي وحادثة محطة بقيق وخريص. نعم. وقد يختلف هذا الحادث عن حادثة خريص وبقيق. حادثة خريص وبقيق حسب اللجان الدولية والتفتيش الدولي أثبت التورط الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الحشد الشعبية العراقية ب 25 صاروخ وطائرة بدون طيار مسيرة. هذا كله التوقيت، أنا سؤالك وجيه لأنه توقيتك كان غير مستغرب. المملكة تحتضن قمة العشرين، وقمة العشرين من أهم مخارج البيان الختامي اللي هو المحافظة على إمدادات أمن الطاقة لدعم الاقتصاد العالمي ولتوزيع النفط بأسعار عادلة على جميع الشعوب والدول. نعم. هذه الحوادث تجعل أسعار النفط غير مستقرة وتجعل غير متناول بعض الدول. نعم. لذلك هذه الحوادث تؤثر استراتيجيا على الأمن العالمي والأمن الاقتصادي. الجماعة الحوثية وقتوا التوقيت هذه احتضان المملكة للقمة المهمة، وكذلك حلول ترعاها الأمم للإعلان المشترك في ترعى قوات التحالف. نعم. إن هذه الإعلان مشترك على وشك الإعلان. طيب. إنه نعم. إنه كل ما حاول المجتمع الدولي يتوصل إلى حل سلمي لليمن نجد. نعم. أذرع إيران تعرض لهذه الحلول وتعرض لهذه الاتفاقيات. أستاذ معجب، ما هو رد الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي على هذا الاستهداف؟ قيادة التحالف العربي ليست عاجزة عن رد لهذه العملية، على هذه العملية القذرة. هناك عمليات مخططة وتخطط، ولكن قيادة التحالف العربي لا يستطيع تنفيذ العمليات القوية لما فيها تدمير البنية التحتية اليمنية والشعب اليمني، وقد يكون في هناك ضحايا يمنيين. وقيادة التحالف تحرص كل الحرص على أن لا يكون هناك ضحايا مدنيين ضمن. نعم. العمليات التي تقوم بها. وأنا من وجهة نظري، يعني أنا أعتبر العمليات في اليمن هي من أنظف العمليات لقيادة قوات التحالف. فلو نقارن بالعمليات التي تجرى في سوريا أو في أي منطقة، نجد لا يوجد هناك تميز لمدني أو طفل أو امرأة أو شيء أو منشأة مدنية. سد عمر، أنا من واقع تحليل العمليات العسكرية والحروب في العالم، أجد أن عمليات قيادة قوات التحالف هي من أنظف العمليات. نعم. من أنظف العمليات لما تقارنها بالعمليات الأخرى التي في سوريا أو في العراق أو في إيران أو في القوقاز أو في أي مكان في العالم. قيادة قوات التحالف تستخدم عمليات محدودة لتتفادى قتل المدنيين أو تدمير البنية التحتية للمشاة اليمنية والبيوت اليمنية. نعم. فنجدها عمليات نظيفة وحرب نظيفة، ليس كأعدائهم الحوثيين يستخدمون الحرب القذرة
العمليات القذرة والأرض المحروقة لا يفرقون بين طفل أو امرأة أو شيخ، لا يفرقون بين مدرسة ومستشفى أو مكنة عسكرية أو منشأة عسكرية، فهناك فرق. نعم. لذلك تجد أن الحرب أخذت وقت أطول مما يجب، لذلك لأن المملكة لم تستخدم الأرض المحروقة أو العمليات القوية، المملكة تستخدم عمليات محدودة لتحقيق أهداف محدودة لتسهل عملية المقاومين على الأرض. نعم. في التقدم في المناطق التي يسعون للتقدم فيها، ولكن نعم. للأسف جماعة الحوثية والإرهابية يستخدمون الحرب القذرة كالشبيحة والقتل والخطف والتعذيب والقهر. من الملاحظ أن إيران يعني كانت في السابق تخفي تعاونها أو دعمها للميليشيات الحوثية، ولكن الآن أصبح يعني الموضوع علني جدا، وأصبحوا يفاخرون بهذا الدعم، وقد قاموا بإرسال سفير إلى العاصمة صنعاء الذي هو ضابط في الحرس الثوري واسمه حسن إيرلو، وكذلك الأسلحة المتطورة الجديدة الذي قاموا بإيصالها إلى أيدي الميليشيات الحوثية، والتي قامت بضرب المنشأة أرامكو في مدينة جدة. ما تفسيرك أو ما تعليقك حول هذا الاستهداف الذي أصبح واضح، وهذا التعاون الذي أصبح واضح للجميع؟ يا أستاذ عمر، أنا قد أختلف معك في أنه إيران لم تعلن دعمها للحوثي. إيران تعلن دعم الحوثي من البداية. إيران استراتيجيتها ودستورها هو التوسع في وفرض السيطرة على الدول الأقليمية. نعم. ونشر الثورة الإيرانية. فأول بالنسبة للسفير وما يسمى بالسفير، هذا ليس سفير، هذا حاكم عسكري. وإيران أصبحت بدل أن تقود تدير الحالة اليمنية بطريقة غير مباشرة، أصبحت استراتيجية الآن تدير العمليات في اليمن بطريقة مباشرة عن طريق الحرس الثوري الإيراني. نعم. وما يمثل هو ما يقال أنه السفير حسن إيرلو، ولكنه ليس سفير، هذا يدير عمليات القذرة في اليمن في جميع الجبهات. نعم. وقد يكون إيران أرسلت مبعوثها أو مديرها أو شبيحها إلى اليمن، لأنها تشعر أن هناك حل سياسي قادم، لذلك تريد فرض الواقع وفرض سيطرة على أكثر من موقع في اليمن قبل الجلوس على طاولة المفاوضات مع المجتمع الدولي ومع قيادة قوات التحالف. نعم. فإحنا لما نقول الدعم الإيراني، البحر الأحمر ميناء الحديدة بدل ما يكون ميناء للمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية، أصبح ميناء للقطع العسكرية وقطع غير العسكرية والمجهود أي مواد تستخدم في المجهود الحربي العسكري للحوثيين. فما بقى الآن إيران لديها وقف استيراد وتصدير الأسلحة انتهى في 18 أكتوبر الماضي. نعم. فماذا بعد هذا فرض العقوبات على إيران بعد 18 أكتوبر؟ إيران الآن لديها حرية أنها تستورد وتصدر الأسلحة، وقد تستورد الأسلحة من دول متقدمة وتنقلها إلى الحوثيين بتقنيات عالية، لذلك سنشهد الأيام القادمة عمليات نوعية للحوثيين. نعم. على المملكة وعلى اليمن وعلى جميع الجبهات في اليمن، لذلك إن بسبب أن تم سمح المجتمع الدولي لإيران من استيراد التقنية الحديثة، وبدور إيران سوف تمنحها للذراع المهم لها في اليمن. نعم. جماعة الحوثي لتطويق المملكة وزعزعة استقرار أمن المملكة العربية السعودية. نعم. واستقرار أمن اليمن. أستاذ معجب، ماذا عن أمريكا يعني في ظل الإدارتين القديمة والجديدة؟ يعني هل من المتوقع أن يكون هناك رد أمريكي على إيران في ظل الإدارة الجديدة؟ أمريكا تدار بمؤسسات دولة مؤسسة نعم. ليس دولة
رد فعل وردة فعل. فأمريكا لن يكون هناك فرق، قد يكون هناك فرق في التصريحات، فرق في بعض المواضيع البسيطة، ولكن الإدارتين لا يكون هناك فرق تجاه اليمن، لأن اليمن لا يكون مهم، سوف لا يكون ذاك الأهمية للإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية اهتمامها على الصين وشرق آسيا، والهاجس الأمني لأمريكا هو الصين وروسيا. نعم. فاليمن يعتبر شيء ثانوي بالنسبة للإدارة الأمريكية، قد يكون شيء رئيسي لقيادة قوات التحالف والمملكة العربية السعودية ودور الخليج، لكن بالنسبة لأمريكا أنا من جهة نظري أنه شيء ثانوي. نعم. فأمريكا ستصرح أنها مع الشرعية وأنها تدعم التحالف، ولكن لن تضغط أكثر مما تم الضغط عليه إيران وجماعة الحوثيين في الفترة السابقة في عهد ترامب. نعم. لكن الآن أحد أهم مخرجات الجي 20 أنه أمن الطاقة وأمن النقل البحري. نجد إيران وإجراءاتها الحوثية الآن زعزعوا أمن البحر الأحمر، وأصبح النقل البحري في جنوب البحر الأحمر عالي المخاطر. نجد اليوم الأمس تم تعطيل 5 ألغام بحرية طافية. نعم. والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البحري يمنع استخدام مثل هذه الألغام الطافية التي لا تعرف لا عدو ولا صديق، لا تفرق بين عدو ولا صديق. فجماعة الحوثية يستخدمون هذه الألغام البدائية التي يكون تدميرها عالي على السفن البحرية وعلى القوارب الصيد وعلى المواني البحرية اليمنية. فأنا أجد أن هذه الجماعة سوف تستمر في غيها وستستمر في تصعيد موقفها، لأنها هي الأقوى على الأرض، هي الأقوى على الأرض. نعم. للأسف نجد أن المقاومات التي على الأرض هناك تشتت حزبي، وهناك مفارقات حزبية، وهناك عدم توحيد جهد للفصائل الأحزاب في اليمن، وهذا. نعم. جعل الحوثيين في الآونة الأخيرة يسيطرون على بعض أجزاء من الجوف ومن مأرب ومن الساحل الجنوبي الدريمي وما قبله. فأنا من وجهة نظري أنه يجب على الشعب اليمني أن يغلب مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية، ويتوحدون ليساعدوا قوات التحالف وقيادة التحالف لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت. نعم. لأن الوقت ليس في صالح اليمن وليس في صالح المجتمع الاقليمي والمجتمع الدولي. نعم. تفضل سلام. إذن أعزائي مشاهدي الكرام، كان معنا عبر السكايب الباحث في العلاقات الدولية والاستراتيجية الأستاذ معجب الدلبحي، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي والكاتب الرأي وباحث في الحضارة والتاريخ والمهتم بالشأن السياسي والمحلي الأستاذ يحيى الشبرقي. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى. الله يحييك أستاذ عمر والسادة المشاهدين. أستاذ يحيى، يعني من الواضح أن إيران تقوم بإمداد الميليشيات الحوثية بالطائرات المسيرة المفخخة وبصواريخ كروز، أسلحة نوعية يعني أمام الأمم المتحدة وأمام العالم أجمع، وفي الأخير قامت الميليشيات الحوثية باستهداف منشأة أرامكو في مدينة جدة بهذه الأسلحة. ما تعليقك حول هذا الموضوع؟ والله أبدا بالنسبة للحوثي، يعني كذا نجيبها من الأخير زي ما يقولون بكل تجرد. نعم. هو عبارة عن جدي ينفذ المطلوب منه، أو عبد مأمور يتلقى أوامره من الفرس من طهران، وهم بالنسبة لهم أصلاً الخمينية قلناها مرات كثيرة وكتبناها وحللنا، الخمينية صناعة فرنسية، صناعة صهيونية بامتياز، وهي كل ما حصل عليها ضغط محلي أو عالمي. نعم. لأن تقريباً عادتهم العملاء لهم فترة عمرية محددة حتى يخلص منهم اللي جندهم، فإذا انتهت صلاحيتهم فعلى أقرب مزبلة، الله يكرمكم ويجل السامعين. نعم. الآن الخمينية في شيء من الضغوط عليها، كل ما انضغطت حركت أذنابها في المنطقة لتكسب وقت لا أقل ولا أكثر. وطبعا بالنسبة للحوثيين هم لم يستهدفون مثلا منابع النفط أو يستهدفون المملكة العربية السعودية فقط، هم يستهدفون حتى قراهم ومدنهم في داخل اليمن نفسه. نعم. هذولا ليس لهم ولاء لا لليمن
ولا لعروبتهم ولا لدينهم ولا لإسلامهم ولا هم بالكامل خميني الهوى فارسي، وهذا لا يستغرب منهم. أما اعتداءهم أو استهدافهم يستهدفون في الغالب المدن والقرى سواء في اليمن أو في السعودية أو في أي مكان آخر، لعلهم يشكلون بهم ضغط على الحكومات العربية. لكن استهدافهم الآن للنفط، وهذا ثالث حادث تقريبا، وبأسلحة نوعية زي ما تفضلت منها كروز والطائرات المسيرة عن بعد، يستهدفون بالاقتصاد العالمي. يعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية، شعب السعودية وقيادتها أو أي دولة خليجية، يعني النفط صحيح أن النفط صنع منها حضارة وصنع منها حياة وصنع، لكن الشعوب هذه أساسا لها إرث، لها إيش أقول، يستطيعون العودة إلى ما كانوا عليه، كانوا عايشين على النخيل وعلى الزراعة وعلى الإبل وعلى الماشية. ولكن المتضرر الأكبر أو المتضرر رقم واحد السوق العالمي بكاملة، المجتمعات الغربية الأمريكية الشرقية، فهو بالشكل هذا هو يستهدف السوق العالمي، يستهدف الاقتصاد العالمي، يستهدف عصب الحياة الحالي في العصر هذا. يعني لعل السعودية قد تكون هي آخر المتضررين فيما لو انقطع النفط أو صار للنفط أي طارئ جراء يعني استهدافاتهم، علما أنها يعني الحادث ليس كبير، لأن المملكة العربية السعودية كسائر الدول المنتجة للنفط يعني دولة متقدمة جدا ولها إمكانيات كبيرة، وأبدا يعني محطة التوزيع هذه تأثرت أثر بسيط، لكنها لم تؤثر على الإمداد السعودي للنفط لأي مكان في العالم. خلاصة الكلام أن الحوثي عبد المأمور ينفذ ما يصله من طهران. نعم، تفضل استاذ يحيى. الكل يعلم بان الحكومه الشرعيه وقياده التحالف دائما ما تجنح للسلم امام الامم المتحده وما تطرحه من مبادرات للسلام، يعني من وقف اطلاق نار وغيره، الا ان الميليشيات الحوثيه دائما ما تخون العهد ودائما ما تكسر الاتفاقات وتتعنت دائما وتتصرف يعني بعنجهيه وبخبث امام الامم المتحده ومرأة ومسمع امام العالم. يعني ما تعليقك حول ما يجري يعني من قبل الأمم المتحدة؟ أولا القيادات الحوثية هذه من يسميهم قيادات؟ هذولا قيادات أصلا جاهلة غبية. نعم. ولا ينفع أصلا للعمالة والخيانة دائما في المجتمعات من قديم التاريخ إلى الآن، لا يجندون أهل الوعي وأهل الفهم وأهل العلم وأهل الإدراك، دائما العدو يختار الأغبياء والسذج، فخلق صنعوا منهم قيادات وهم يعني لا يستحقون يعني هذا المكان. نعم. اللي أعطوا إياه، فهم مجندين يتلقون الأوامر من طهران وينفذونها كما هي، في الوقت نفسه هم مصلحجية أو على مصالح أنفسهم هذولا، يعني قائدهم نفسه زعيمهم اللي حطوه شريف ومدري إيش وإمام عبد الملك، هذا أنا قلت في حلقات كثيرة جدا أنا أعرفه، وأعرف أخو حسين اللي قتله علي صالح. نعم. وأعرف أبوهم نفسه، هذا بنفسه كان عنده قلاب جهاد يبيع رمل، كان يحلم باليوم ب40 ريال سعودي 50 ريال سعودي تقريبا. نعم. تفاجأ اللي هو يقلب مئات الملايين بل وصل إلى المليارات من النقد العالمي، فهم هذول على مصالح. وإذا جلسنا إلى طاولة الحوار والمجتمعات اليمنية والفرقاء في اليمن جلسوا على الطاولة وجنحوا بكاملهم إلى السلم وإلى حل مشاكلهم السلمية، أول من يهرب الحوثي وشلته، لأنه يعلم علم اليقين أن الشعب اليمني لن يتقبل لحكم اليمن ولو ساعة واحدة، وهو لا يحلم بهذا الحلم، هو أعتقد ما هو غبي للدرجة دي. يعرف أن الشعب اليمني شعب ألف الحرية، شعب ناضل من أجل الحرية من 1962 ميلادي، خلع الإمامية الزيدية مع أنها الأقرب للمجتمع اليمني، ومع هذا خلعها وتخلص منها ولجأ إلى حكم الجماهير أو الحكم الديمقراطي، فلن يعود مرة ثانية إلى إمامية خمينية أردى أنواع الأديان والمذاهب على وجه الأرض، بل إنها لا تصل حتى إلى مستوى عبدة الفئران في الهند، فلن يتقبلها. فهو يعرف سلفا أنه سيخسر، ولذلك الحوثيون لا يريدون لهذه الحرب أن تنتهي،
لأنهم على بزنس ومصالح، هذا أولا. ثانيا الخمينية لا تريد لهذه الفتن في المنطقة أن تنتهي، لأنها إذا انتهت سيثورون عليهم الشعب الفارسي للداخل. نعم. الآن بالنسبة لهؤلاء المعممين في إيران يهربون إلى الخارج، يهربون بمشاكلهم خارج بلدهم، لأن على سبيل المثال يعني كان صدام حسين قدم أكبر خدمة لآية الله محمد خميني اللي يسمي نفسه آية الله. هذا هذيك الأيام لم يمضي عليه 6 شهور أو 9 أشهر إلا والشعب بدأ يتململ منه ويهيئ نفسه لثورة. فإذا صدام حسين يفتح جبهة معهم، هذه أنقذت الخمينية إلى يومنا هذا. ولذلك الخمينية في طهران لا تريد سلام، لأن السلام هذا سيولد عليها ثورة داخلية ويقضي عليهم نهائيا. فبالنسبة للحوثيين مصيرهم مصير الخمينية. الخمينية على وشك الزوال. الخمينية كعمالة تقريبا حققوا كل ما يريد منهم من جندهم. العبث في إيران وإعادتها إلى الوراء 100 سنة تحقق هذا. العبث في العراق وإعادتها إلى الوراء، العبث في سوريا في لبنان، تهيئة الساحات المحيطة بالكامل بالعدو الإسرائيلي تهيئتها تهيئة تامة للقادم من المخططات القادمة للمنطقة. وبالفعل الخمينية لعبت لعب دور كبير جدا، وتسببت في أن تنتهي أكبر قوتين كانت تحيط بإسرائيل، العراق وسوريا. فالآن والآن أشعلوا فتنة جديدة في جهة أثيوبيا وأريتريا، وهذه كل أبوها أساليب ضغط بالكامل يتم الضغط بها على المنطقة حتى تطبع مع إسرائيل. نعم. إذن أعزائي المشاهدين الكرام، كان معنا عبر الهاتف الإعلامي وكاتب الرأي وباحث في الحضارة والتاريخ والمهتم بالشأن السياسي والمحلي الأستاذ يحيى الشبرقي، شكرا جزيلا لك. تعقيبا على كلام الأستاذ حسين بأن الإمامية قبل بها الشعب اليمني، يعني الشعب اليمني أو أقرب إلى الشعب اليمني، الشعب اليمني يعني على مدى التاريخ لم يكن قريب من الإمامية، ولكن ولن يكن قريب من الخميني، ولكن هذا شيء فرض عليه بالقوة، وهو الآن في حالة صراع داخلي ولا يستطيع أن يعني يرد على هذا الكيان أو على هذا هذه الميليشيات بسبب الأسلحة النوعية التي يمتلكونها وبسبب القوة التي يفرضونها على الشعب اليمني. أعزائي المشاهدين الكرام، كان هذا أبعاد الخبر لهذا اليوم. دمتم ودام الوطن بألف خير، وإلى اللقاء.